أيهما أصح يا دكتور، المية المعدنية ولا المية المغلية؟ والله بص هقول لك حضرتك حاجه، هي يعني المايه اللي عندنا في الغالب بتبقى ماء معبأ اكتر منه يكون مايه معدنيه. المايه المعدنيه فيها املاح مش مستحبه في الاطفال، عشان لو فيها نسبه صوديوم زياده لو فيها نسبه مغنيسيوم زياده دي مش بنحبها في الاطفال. لكن هي المياه المعبأ الموجوده، لان المياه المعدنيه بتبقى موجوده في زجاج مش في حاجات بلاستيك، فبالتالي سواء مياه معبأه مياه مغليه مياه من فلتر بس يكون من النوعيه المناسبه اللي هي بتصفي الماء من الشوائب، كلهم بالنسبة لنا بيبقى حاجة ايه واحدة. يعني المياه المغلية زي المياه المعدنية أو المياه اللي في أزايز كلها يعني بيبقى ماء والكلام معقب او ماء مطهر ما فيهوش بكتيريا، هو ده المقصود. بس ده؟ تمام.